اللهم أهل علينا رمضان بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، هلال خير ورشد ربي وربك الله. اللهم ارزقنا قبل شهر رمضان قلوبا جديدة وتوبة سديدة وهمة شديدة وأعمالا صالحة عديدة. اللهم اجعل صيامنا في رمضان صيام الصائمين، وقيامنا فيه قيام القائمين، وهب لنا فيه من اليسر والعافية ما يعيننا على طاعتك وحسن عبادتك، إنك على كل شيء قدير. اللهم يا أرحم الراحمين، أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لنا وترحمنا وأن تعفو عنا. اللهم أهل علينا رمضان بالعفو والغفران والعتق من النيران. اللهم اجعلنا في شهر رمضان المبارك من المتوكلين عليك، واجعلنا فيه من الفائزين لديك، واجعلنا فيه من المقربين إليك يا أرحم الراحمين، يا رحمن يا رحيم يا مجيب الدعوات. اللهم سلمنا لرمضان، اللهم سلمنا لرمضان، وتسلمه منا مقبولا حتى ينقضي، وقد غفرت لنا ورحمتنا وعفوت عنا يا أرحم الراحمين. اللهم إن شوقنا لشهرك رمضان المبارك قد زاد، فاللهم لا تحرمنا وكل أحبتنا من صيامه وقيامه وقراءة القرآن فيه. اللهم بلغنا رمضان وبارك لنا فيه يا رب العالمين. اللهم اجعل رمضان هذا العام شهر الفرح والسعادة لنا، وشهر الانتصارات والهداية لنا، واجعلنا فيه من الفائزين.
اللهم أهل علينا شهر رمضان المبارك بالرحمة والقبول والرضوان، واختم لنا وللمسلمين أجمعين بالتوبة والغفران.